ça, on a fini le stage, alhamdoulilah, tout s'est bien passé. On a fini avec un dernier match. Voilà, on a fini invaincu. Voilà, on retient ça, on va repartir sur des bonnes bases, inchallah. Et voilà, on va profiter du repos avant la reprise à Constantine, inchallah. Un bon stage, on a bien travaillé, alhamdoulilah, tout s'est bien passé. Et voilà, maintenant on va se concentrer sur la reprise, inchallah. Bah, le stage s'est bien passé, on a bien travaillé pendant tout ce temps et j'espère que ça va payer pour la suite. Bah, c'est bien, on n'a pas encaissé de but. Je pense que ça reste quelque chose de positif. Maintenant, il faudra qu'on travaille pour en marquer. Et je pense que ça va bien le faire, Inch'Allah. Ouais, c'est sûr. Surtout qu'en plus, on est ressorti du stage sans blessé, pratiquement. On a tout le groupe qui est là, donc c'est bien. C'est bien pour tout le monde. Bien, وين حاجة اللي انتيريسي الحمد لله ما كاش لي بليسير ولا خدينا لي ماتش اميكو فوتناهم بيان كما يقول لك هاد البريباراسيون ان شاء الله نكونوا استفدنا منها وين تخلينا ان شاء الله نطلقوا في بدايه الموسم ان شاء الله بكل ارتاحيه ان شاء الله الحمد لله هذا بفضل يعني بفضل المدرب الحراس وبفضل الطاقم الفني كله اللي يقوم بعمل كبير الحمد لله يعني واحد ادى الواجب تاعو هذا ما كان بيان سور حق الاهداف تاعو المهم هو ما خرجناش يعني ما خرجناش من ستاج بلي بليسور الحمد لله يعني ما كانش اصابات وفوتنا ستاج كيما كان الحال ودوك نزيدو نخمو في دوزيام ستاج تاعنا في الجي في بليده ان شاء الله نزيدو نخدمو ونعالجو النقائص اللي خصتنا في هذا ستاج باش ندخلو البطوله بقوه ان شاء الله الحمد لله يعني كيف فوتنا ستاج على خير ان شاء الله نوصلوا الدار ثانيك على خير مازال يسنا فينا ستاج دوزيام ان شاء الله نخدموا باش نكونوا واجدين في بدايه الموسم ان شاء الله بيان سور يعني سورتو نحوسوا على الاهداف فيزيك يعني نجيبوا فيزيك نعاودوا اللياقه البدنيه تاعنا وستاج دوزيام ان شاء الله نحوسوا على التكتيك والتكنيك مع الطاقم الفني اكثر باش نكونوا واجدين ان شاء الله الحمد لله يا ربي كما شفت باللي تجوزنا ستاج الحمد لله يا ربي ما فيش بليسير فيزيك مو كان راضي علينا المدرب مام كومبورتومون هنا في لوتيل الحمد لله الناس شهدت كاع علينا بالخير هذا هو ليسونسيال ان شاء الله بربي هذا نلقاوه في الشامبيونه وان شاء الله نلحقوا بخير ان شاء الله ما هي ماشي اصابه خطيره ولا شغل باش يخليني ان شاء الله ريبلوني مليح شغل ايفيتا اليوم باش يلعبني الماتش باش ما توليش كراف اكثر أن تشكيل شباب قسنطينة تربصها التحضير الأول الذي أجرته بالأراضي التونسية والذي دام قرابة أسبوعين والتربص الذي وصفه المدرب عمراني بالناجح باستثناء الإصابة التي تعرض لها متوسط الميدان الأمري كان معكم حمزة سعيداني موسى قليب حمام بورقيبة والله بون هذا مش غريب على فريق شباب قسنطينة معناتها كل لاعبين معناتها فريمون كان وراو معناتها ان كومبورتمون اكزومبلير لاعبين محترفين معناتها بيتم معنى الكلمه ساعدونا برشا معناتها في خلال تربصهم في مرادي حمام بورقيبه ان شاء الله احنا زاد ساعدناهم باش معناتها نوفروا لهم الظروف الملائمه وهذا كما قلت انا بالنسبه لفريق شباب قسنطينة هذا ماهوش غريب على فريق معناتها بعراقه معناتها وفريق شباب قسنطينة